السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ثالث أيام رمضان، الله يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية ويعيننا على صيامنا وقيامنا، الصيام والقيام يا رب. اليوم الفطور بيكون شيء خفيف، ما رح نطبخ أشياء كثير، يعني فول. مصدمة لين ليه؟ لا لازم سمبوسة. أيوة في سمبوسة أكيد. لا سمبوسة مفرزنة ما يحتاج نصلح. ايه بس لازم قيمات سهل نسويها، بس فول وفي شوربه في الثلاجه بس اخنا يعني ما يحتاج. والحين بصلح سريمه، اليوم دخلت المطبخ بدري بعد الساعه 1 صليت الظهر ودخلت المطبخ بصلح الكريمه. انا ما ادري في بعضهم صار يضيف عليها قشطه يضيفون دريم ويب ومدري وشو، انا بصلح على طريقه تقليديه. اي بسويها بالطريقه القديمه، يمكن اضيف لها بسكوت طبعا يعني عشان تجي يعني تغير شوي تجي كانها حلا. بس ما بيكون لها لانه ما احب مع بسكوت. ولا خلاص نخليها جبنه بسكوت. هل قدر صغير ذا لين؟ طيب صغير؟ ايه اليوم هي لين بتسوي اليوم لنا. رتبت المطبخ يعني ترتيب سريع، باقي شغل المطبخ شغل السحور امس. هذا فولنا اليوم. أمس تسحرت أنا الساعة 11 تقريبا، أكلت باقي الفطور، أكلت صينية باقي من صينية الخضار صينية البطاط بس ما أكلت كثير والله، ما يحتاج كل يوم كبسة كبسة كبسة. وناكل بدري لأن ننام بدري عشان ندارس وكذا. يلا الحين بجهز المويه والحليب وكذا برجع لكم. هنا ضفت 5 ملاعق حليب مع تقريبا 3 أكواب مويه بارده بحيث نذوب يغلي المويه. ما يصلح نضيف المويه المغليه على الحليب، لازم تكون مويه بارده حتى ما يتكتل. وهنا حطينا كراميل انا وليونه ساعدتني اليوم، ننتظر الحليب يجهز ونحط على الكراميل. نسينا اكياس الكريمه، انا احطها بعد ما يغلي الماي، بس حطيها عادي الحين ما في مشكله. في هنا شوفي في سنه هنا 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 اسحبي كذا كذا. شوي شوي ثانية اصبر يا تكبين تعالي لين تصلحها. انا بسوي مفتحها مو من هنا، من هنا من تحت. لا 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 فوق شوي. نعم ايه فوق اطلعي فوق كذا. خلاص 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 اعطي لين تصبح. ما بسوي يلا لازم لمو تشاركنا في كل خطوة. خلاص الحين يتحرك لحد ما يغلي بعدين نضيفه على الاكواب. بس سهل مره سهل. بعضهم يضيف قشطه دريم ويب ما ادري، هذه احسن يعني طريقته الاصليه هي هذه، ما نضيف شيء يعني بس اللي هم كاتبينه بس كريمه وحليب ومويه. اي بس كميه كثيره على الفوندا. لا لا يلا ننتظرها تغلي ونرجع لكم. أنا عندي على طول أصلا من القدر إلى ما يحتاج مغرفة. بسم الله. بس أنا أحس أسهل المغرفة عشان ما. طيب امسكي لين شوية. عشان ما تطيح إذا. كيف تصبين قهوة؟ إن شاء الله تغطي باقي كمية الصحون اللي حطيناها. ما يبقى ولا ينقص، اتوقع ان الكمية الكريمة قليلة. ما احس الصحون كثير صح؟ لا الكراميل كثير والهذا قليل. لا لا بتكفي ان شاء الله. نشوف الا بتكفي ما بقى الا 3 تكفي ما شاء الله على نفس الكمية بالتمام. يلا بحطها في الثلاجة برجع لكم. عندي هنا صحن دولاب البهارات
طبعا راح اصور معكم ان شاء الله في يوم ما، عاد بنشوف اليوم بكره راح اسوي له ترتيب وتعديل وتظبيط. اي بعض البهارات يبغى لها ادمجها مع بعض، بسوي لي خلطه، اتوقع بسوي لي خلطه كذا مشكله، لاني حاطه كل نوع الحالة، الكمون الحالة وال او نشتري علب جديده. نشتري ايوه وظيفه، هذه العلب اخذتها من البحرين اللي تحت عشان استخدمها، لازم اغير مكانها، اطحها هنا فوق واحاول اسوي خلطه منها في علب عندي هنا فاضيه. ان شاء الله بصور بفكر، عاد بشوف اليوم او بكره او بعده الوقت اللي بفضى فيه ان شاء الله بصور لكم فلوق ان شاء الله على الترتيب في الدرج هذا. الحين جهزت القهوه خلاص جاهزه، بسم الله، والقدر هنا حق الفول، فرامة الفول والكشنة جاهزة، حار البراد، بسم الله. هنا كشنة الفول، كشنة جاهزة ومعجون طماطم وفرامة الفول، هذا هو شوية وظيفة. هذا فولنا بخليه 5 دقائق وأطفي عليه. تفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عالم. يعني هذا الدجاج لسلطة السيزر، سيزر سلط، ما يعني بس زبدة ودجاج وبهارات، ما أدري شو البهارات. وين القيمات حقتنا؟ خلاص صار الفرن زحمة، زحمة الفرن، اللي يسوي سلطة واللي يسوي شوربة واللي يسوي قيمات. طبعا أهم شيء، أهم شيء السمبوسة. شايفين؟ خلصنا هذا وهذا. شايفين؟ والحين حطينا السمبوسة والقيمات حركات. مينا اللي مغمسة بال شو اسمه؟ اللي حاب ياكل السادة واللي حاب الشيرة، اللي حاب ياكل السادة واللي حاب ياكل في الشيرة. زين حطيتها خبز، خبز طبعا هذا خبز ما شاء الله زين دانوب مرة يجنن، وهنا مملحات ودونات، هذه طبعا جبتها اليوم بالمدرسة، البنات كلهم اتجمعوا عليها. وما تشايفين هنا حطينا السمبوسة، بقى الفول والكم حاجة كذا. اليوم فطورنا راح يكون خفيف، ما في شوربة ولا شرب، يعني شوربة أساسية. هذين سبنجرون والسمبوسة والقيمات، وهذا شكل سفرتنا اللي الحين ما خلصنا طبعا، غير التمر اللي هنا في 3 أنواع تمر. لا خلينا نذوق. لذيذة لذيذة لذيذة. الحين راح نذوق المملحات، لذيذة. أخل بس هذا المرة الثانية بخر فيها البيت، تفخري. طبعا هذه من اللي شريناها شفتوها بالشورت تجنن، وبرضه في هذه شريناها برضه شوفوا، هذا المحل اللي نزلت له مقطع عندهم تخفيض. ان شاء الله هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي يقولوا الحين رمضان ايش نسوي؟ ان شاء الله بكره راح نروح ايكيا ونوريكم. شوفوا هذا الجنن المبخر، يلا خلوكم معنا يا جماعه. تخيلوا ان هاي المبخره اللي دائما نبخر فيها، الباقيات هاي العزايم كذا، هذه هاديه ومسكتها زين. طبعا بسوي الحين حلا، طبعا هذه المكونات دريم ويب، بسكوت شاهي وكوب ونص حليب بودره وزبده على درجه حراره الغرفه، واي شوكولاته يعني تحبونها عشان تحطونها فوق الحلا، وعلبتين قشطه. بنحط الزبده صراحه، يعني بحط من راسي ما عليك. اي ذايبه مره، ذابت على طول، خليها شوي كذا بس. طب هي ذايبة ما يحتاج، انا ذايبة يعني بس بتحترق. حط الحليب، طبعا زدنا زبدة لان حسيناها مرة شوي، اتوقع ان الحليب هذا مرة كثير يعني، او ان الزبدة مرة شوي. لازم زبدة زيادة، حطي. لا مو لازم، شلون مرة شوي؟ والله ما خوفك العجينة ولا ايش؟
بس يتحمر. طبعا الحين قاعدين نخلطه لين ما يعني يتحمر شوي، بعدها ما ادري الصراحه ايش بسوي. الحين بعد ما حمصناه بنحطه في نفس الصحن اللي كان فيه كله. الحين نحط القشطه، احسها كثيره يعني ما ادري. قشطتين كبيره لازم، كبيرة. وظرف دريم ويب، ظرف واحد بس. أحب القشطة مرة، أعشقها أموت فيها. الريحة دخلت في راسي، دخلت في أعماق راسي. 2-1 يلا. نزيد ظرف دريم ويب لأن ذقته بصراحة طعمه يعني ما في حلاوة، كله كذا طعم قشطة، فبنزيد دريم ويب، ظرف دريم ويب. هنا ظرف دريم ويب لأنه طلع مالح، طعم قشطة مبين أكثر يعني. إيه يعني مو مالح، فزدنا ظرفين دريم ويب. يكون في التساوي قشطة اثنين دريم ويب. البسكوت البسكوت ايه ذا البسكوت؟ مو بسكوت. طيب الحين نسوي الصحن عشان نحط فيه حليب عشان نغمس فيه ذي البسكوت، بعدين نحطه، بعدين نسوي طبقات اوريكم ايش خلاص. الحين بنغطي صاب البسكوت، افتحها هنا. الحين قاعدين نغمس البسكوت داخل الحليب ونحطه بالصحن، ما اعرف شو اسمه بس صينيه، طبعا لازم تكون نظيفه او تبسون قفازات. طيب الحين راح نحط الصوص، مو صوص الا صوص نحطه. الحين بعد ما حطينا الصوص راح نحط الطبقه هذه فيها زبده وحليب بودره. نرجع نحط شوي طبقه صوص، طبعا انا من راسي الصراحه يعني. بس ان شاء الله تطلع لذيذه. كثرتي ايش بيبقى الفوق؟ لا ما انا اصلا اذا هذا بس عشان كذا يشرب يعني يعطي طعم. انا راح اسوي طبقات كثيره في الصوص. طبعا الحين بنسوي طبقه ثانيه من البسكوت. هذا طبقه ثانيه راكي قاتلني بس بمدرسه و غيرت المواضيع. طبعا هذه ثانيه ما ادري وش بس نعطيها فيها. هذه بسكوت ثاني. واضح انه مره كثير محتاج اقص طبقات. احس بنحط بالحليب كأنه مويه بس انه ترى هو حليب يعني نحطه بالحليب. طبعا الطبقه الرابعه من البودره والزبده. حليب المحمص، حليب محمص والزبده. لحظه طب ليش لونه كذا اسود؟ ايش ذا؟ لا عشان محمر ضمناه في النار. محمر ولا محروق؟ الحين بنزيد طبقه ثانيه من البسكوت عشان كذا ما يصير كله صوص وذا، فبنزيد بسكوت زيادة. يعني الحين بنحط طبقة من الصوص. أحس قليل بس أخير قول. لو تحطينه كله بيكفي أحس المفروض. مش بس تزيد، المفروض شوي يعني كذا. يا ربي جنة الريحة، الريحة حاجة ثانية. ريحة فانيليا. ايوه ريحة فانيليا. شكله بنزيد صوص لانه احسه قليل. مرة قليل احس، بس انه احس مناسب. زين ناشف شوي، فراح نزيد صوص نرجع لكم. الحين زدنا الصوص اللي ايوه زدنا دريم ويب، دريم ويب، دريم ويب. ايوه قشطة ودريم ويب. بس ظرف، لان القشطة صغيرة. ما كنا حاسبين حسابها اصلا. عشان كذا. بس كمية يعني شو نسوي؟ قدر الله وما شاء فعل. الحين هذا شكله لسه نحطه في الارز. لا بنحط عليه الفليك. فليك بس طبعا بس زينه انه ما هو ما يحتاج انه طعم، بس زينه. نحط شوي كسره ولا كسره؟ طبعا اكيد يعني حط قطعه واحده كذا. فهذا شكله مره يدن كذا. طبعا ريحه حكايه ثانيه اللون غير في الواقع. مره غير جاي شوي فاشحينه جاي بيج. طبعا الحين بنحط الفليك فوقها، مو كيك، فليك كيك وفليك كل واحد يعني. بس مو مكسرين؟ طيب مو مكسر؟ لحظة، طيب لحظة، واو هو اصلا متكسر يعني ما يحتاج تكسرونه، يعني
يعني بس كذا تمسكونه خلاص ما يحتاج تطحنونه الله يعني ما احب الفليك مره بس يعني انا ما احب الشوكولاتات اصلا مره بس شيء احب الموالح ما احب الحلويات كثير بس هذا الحلب بيعجبني اكيد مليون مليار الف مليمية بيعجبني شوف 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 لا 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 انا ما اقدر دقيقه دقيقه هنا شوفوا ركزتوا في قطعه كبيره بس ما هي قطعه كبيره هاي كبيره وبعد هناك جمال جمال ما شاء الله لما احط في الثلاجه راح يصير راح يصير من هنا ما حطيتي ايوه هنا بعد حرام يعني انا ما كنت مسكينه هذه سكان سكان ما فيها سكان والسكان عندي لا قاعد اتعلم درس اجتماعيات بس ناخذين اليوم سكان المدري وشو لحظه ليش ما فتحتين لا ما هذا الشكل اني هو الشكل النهائي طبعا جاي شغلات غامقه بس طبعا هي فاتحه الفليك شوف كيف الحين راح نحطها في الثلاجه وبعدين راح نطلعها الحين خلصنا الحلا راح نغلفه ونحطه بالثلاجة لين يبرد شوي بعدين بالعافية.